الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أود بداية أن أتوجه بخالص عبارات الشكر والامتنان والعرفان لفخامة الرئيس قيس سعيد على الاستقبال الذي خصني به صبيحة هذه الجمعة المباركة، وهو الاستقبال الذي أتشرف وأعتز به أيما اعتزاز. وقد حملت إلى فخامته رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعلياً بالعلاقات الجزائرية التونسية إلى أسمى المراتب المتاحة، والاهتداء على الدوام لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين وخير منطقتنا وجوارنا الإقليمي. تأتي زيارتي هاته اليوم إلى تونس كمبعوث خاص لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون في سياق حركية جد إيجابية هادفة ونافعة تعيشها العلاقات الجزائرية التونسية، وبالخصوص بعد 4 أشهر من انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى التي حققت نجاحا مشهودا بتحديد وتنشيط مجالات جديدة للتعاون الثنائي، وبعد 4 أيام فقط من التئام الدورة الأولى للجنة الثنائية المعنية بتنمية وترقية المناطق الحدودية، والتي تمثل بعدا هاما من أبعاد التعاون الثنائي باعتبارها نقاط التلاقي الأولى والمباشرة بين شعبينا الشقيقين. ومن هذا المنظور كان لقاء اليوم مناسبة ثمينة للتنويه والإشادة بالأشواط النوعية التي قطعناها معا خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيه الرشيد لقائدي بلدينا الشقيقين الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد. وأعتقد بكل صدق وإخلاص أن الجزائر وتونس تسيران بخطى ثابتة على الدرب الصحيح وفي الاتجاه الأصح، في اتجاه استغلال وتثمين كافة فرص التعاون والشراكة وجميع مقومات التكامل الاقتصادي، وفي اتجاه تقوية اللحمة الاجتماعية وترسيخ أواصر الأخوة المتجذرة بين شعبينا الشقيقين، وفي اتجاه تعزيز التوافق السياسي البيني للتأثير بصفة إيجابية وبطريقة فعلية على التطورات المحيطة بنا إقليميا ودوليا، مع توحيد كلمتنا وتكثيف جهودنا لمواصلة الدفاع وحشد الدعم خدمة للقضية الفلسطينية التي كانت ولا تزال قضية أمتنا المركزية. مرة أخرى أشكر فخامة الرئيس قيس سعيد على الوقت الثمين الذي أبى ألا يخصصه لي صبيحة اليوم، وعلى رسالة الود والأخاء والإخاء، وعلى الأفكار البناءة والهادفة التي حملني إياها لأنقلها بكل أمانة إلى أخي السيد عبد المجيد تبون. شكرا لكم. تابعونا على المواقع التالية: